السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. الملكة تضع البيض، كم هي الإحصائية المناسبة لوضع البيض لهذه الملكة؟ هناك آراء تذكر أن الملكة تبيض في اليوم الواحد ما يقارب 3000 بيضة ويزيد، لكن هناك شروط يجب توفرها أثناء وضع هذه الكمية الوفيرة من بيض الملكة. يا ترى ما هي هذه الشروط التي تجبر الملكة على وضع البيض بوفرة؟ إذا أردتم أن تعرفوا ذلك كونوا معنا في هذه الدقائق المعدودة مع الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين. دمتم سالمين. هل الملكة تبيض كل يوم؟ وكم عدد البيض اللي بتبيض الملكة؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، الملكة تبيض على مدار 24 ساعة بدون توقف. لكن بالنسبة للشق الثاني، أنه هل عدد البيض اللي بتبيضه الملكة؟ فأخي الكريم، هناك في تفاوت في عدد البيض اللي بتبيضه الملكة، وهذا يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول أنه يكون في عنا أجواء مناسبة، يعني درجات حرارة مناسبة، ودرجات الحرارة المناسبة بتكون للبيض يعني هي ما بين 25 إلى 30. هذا بيكون أفضل أجواء مناسبة، حتى لو زادت قليلا أو نقصت قليلا ممكن أنه تكون الملكة نشطة في وضع البيض. الشيء الثاني هو الكثافة النحلية، فكل ما كان في الخلية كثافة نحلية والإطارات مغطاة تماما بالنحل، هذا يشجع الملكة على وضع المزيد من البيض. ثم المرعى، فإذا كان في مرعى من حبوب لقاح ورحيق برضو يساعد الملكة على وضع الكثير، أو يحفز الملكة على وضع الكثير من البيض. ففي عنا إحنا ثلاث، يعني خلينا نقول يعني في ثلاث حالات في أو في كمية البيض اللي تضعها الملكة. في عنا أخي الكريم اللي هو وقت ذروة وضع البيض، اللي هي في بداية الانطلاقة الربيعية، بتكون الملكة خرجت من الشتاء والمبايض عندها ارتاحت يعني قليل من الوقت، ثم تعود للوضع البيض بشكل نشط جدا، لأنه بيكون توفر حبوب لقاح وتوفر الرحيق في المرعى. فتبدأ الملكة في زيارة عدد البيض بالتدريج، يعني إذا مثلا في اليوم الأول نفترض أنها وضعت 500 بيضة، باليوم الثاني ممكن يكون 700، ممكن اللي بعده 1000، بعده إلى آخره، حتى توصل إلى ما بين 2500 إلى 3000، وفي بعض الملكات السوبر خلينا نسميها ممكن أنها تبيض باليوم الواحد 3500 بيضة. في هذه الحالة بنشوف أنه الخلية فيها تطور سريع جدا، يعني النحل يعني بتفتح عليه أول يوم بكون بحالة، باليوم الثاني بتشوفه بحالة أخرى، يعني تقدم سريع جدا جدا، والكثافة النحلية بتزيد بشكل قوي جدا. لكن هذا الموضوع يعني لن يستمر طويلا، فبعض الملكات ممكن انها تستمر مثلا لعشرين يوم، ممكن بعض الملكات تستمر لثلاثين يوم. هذا يعود الى جودة الملكة وسلامتها من سلامة الخلية بشكل عام من الامراض، والملكة بشكل خاص توفر مرعى جيد. هذه الأسباب تتحكم في كمية البيض اللي بتضعها الملكة في فترة الذروة. في فترة الذروة هذه اللي ممكن يكون وقتها من 20 إلى 30 يوم، بنشوف إنه الخلية مثلا إذا كانت على 5 إطارات أو 6 إطارات، صارت هذه الخلية وصلت إلى 20 إطار، وربما تصل إلى 30 إطار، وربما إلى 40 إطار. هذا طبعا يعود إلى الأمور اللي حكينا عنها مسبقا، اللي هي قوة الملكة في وضع البيض وسلامتها وسلامة الخلية بشكل عام. بعد فترة الذروة هذه تبدأ الملكة التقليل من عدد البيض، يعني
ممكن تتراجع إلى مثلا من 3000 إلى 2500 إلى 2000 إلى 1500 وهكذا. لما بتوصل عند مرحلة من المراحل بصير في عنا توازن ما بين عدد النحل المفقود وعدد النحل المولود، بمعنى انه اذا مثلا وصلت الخلية الى 30 اطار او 20 اطار تتوقف عن التطور، يعني ما في عنا بصير ما في عنا نحل زيادة حتى مثلا نحط له اطارات جديدة او نرفع طوابق اخرى، لانه هون صار في توازن ما بين النحل المفقود والمولود، لانه زي ما بتعرف يعني في عندنا يعني يوم يوم في عندنا نحل بولد وفي عندنا نحل بموت. فاذا وصلنا انه عدد النحل اللي بموت يساوي عدد النحل اللي بيولد بتوقف تطور الخلية عند عدد معين من الاطارات. وهنا في ملاحظة يعني حاب احكيها للاخوة النحالين وخصوصا المبتدئين، انه بقول لك في عندي كانت خلية يعني سريعة النمو وسريعة التطور، ولكن وصلت هذه الخلية الى 15 إطار 16 إطار ثم توقف التقدم فيها، فما هو السبب؟ بيكون في هذه الحالة يا أخي الكريم إنه السبب إنه يكون إما عندك ملكة كبيرة بالسن أو عندك ملكة غير جيدة في وضع البيض، لذلك لابد من تغييرها، لأنه بتكون عندها فترة ذروة البيض القوي أو السريع بتكون قصيرة، يعني هي باضت لمدة 10 أيام أو 15 يوم وصلت الذروة ثم بدأت بالتراجع. فإذا بدأت في التراجع وصار عندنا النحل المفقود يساوي النحل المولود فبتوقف عند مثلا 15 إطار 14 إطار 16 إطار وهكذا. ففي هذه الحالة يعني بنعرف إنه هذه الملكة غير جيدة لأي سبب من الأسباب، قد تكون كبيرة بالعمر، قد تكون أصيبت بمرض، قد يكون النحال ضغط مثلا على جسم النحل الملكة من حيث لا يدري فعملها إعاقة في المبيض. ففي يعني كثير أسباب كثير. على كل الحالات إذا الخلية اللي بتوصل لعند 14 إطار 15 إطار و16 إطار وهكذا ثم توقفت وبقية النحل يتقدم، ففي هذه الحالة بنعرف أنه هذه الملكة بحاجة إلى تغيير ولا بد من تغييرها دائما. أخي الكريم هذه عملية التطور السريع أو ما نسميه الذروة في وضع البيض بتكون يعني تسبق الموسم موسم الجني أو التدفق الرحيقي، فإحنا اللي هاي بنسميها عملية التجييش، يعني بدنا نحصل على أكبر قدر ممكن من النحل العامل حتى نحصل على أكبر قدر من العسل إن شاء الله. قد يكون أخي الكريم يعني قد يكون أنه قوة البيض أجت في فترة بيكون الرحيق فيها لسه لا يكفي النحل فيه أو لا يكفي لتغذية الحضنة في الخلية، لأنه ممكن يكون المرعى لسه مش جاهز حتى يغطي احتياجات هذه الخلية أو هذه اليرقات الصغيرة من الرحيق. وكما تعلم ويعلم الجميع أن اليرقات الصغيرة هي الأكثر استهلاكا للرحيق في الطائفة، لذلك إذا لاحظ مثلا النحال أنه الحضنة قوية جدا يعني والبيض كثير جدا ولكن تدفق الرحيق أو في الخلية ضعيف، هنا لابد من تقديم التغذية المساعدة حتى تستمر الملكة في وضع البيض وتستمر في قوة الذروة هاي اللي هي دخلت فيها وما تتوقف عند حد معين حتى يكون عندنا جيش قوي جدا. فإحنا إذا بنحكي عن خلايا لانجستروث وبدنا نحكي عن خلايا فيها 20 إطار، في هذه الحالة بدنا 40 إلى 45 ألف نحلة في الخلية حتى نقدر نحصل على موسم جيد في وقت تدفق الرحيق. وكلما زاد عدد النحل في الخلية يعني كلما تجاوز 40 إلى 50 40 50 ألف بيكون المردود أكثر، وهذا له حسابات أخرى لا داعي للحديث فيها هنا. بعد عملية التوازن هذا أخي الكريم اللي حكينا عنها
ممكن انه يعني يحدث في المراعي تراجع في المراعي، والتدفق الرحيقي والتدفق حبوب اللقاح ممكن انه ينخفض. في هذه الحالة بتبدأ الملكات في التقليل من وضع البيض، يعني ممكن انه تبدأ من 2000 ترجع الى 1500، ممكن ترجع الى 1000، وبالتالي بصير عندنا النحل المفقود أكثر من النحل المولود، يعني بتصير العملية عكسية. فبعد بتصير مثلا أن الخلية بتكون من 20 إطار بترجع مثلا ل10 إطارات، وممكن أنه تثبت على 10 إطارات، ممكن أنها ترجع على 6 إطارات أو 7 إطارات. هذا يعود إلى طبيعة المرعى وطبيعة التدفق الرحيقي وتدفق حبوب اللقاح على الخلية. فبتكون هيك يعني السنة تقريبا انتهت، أو السنة النحلية خلينا نقول بتكون انتهت. ثم تدخل الملكة أو النحل في مرحلة الشتاء والبرد، فبتكون في يعني بتقوم الملكة بتقليل عدد البيض إلى أدنى مستوى ممكن، وأحيانا قد نرى انقطاع تام في البيض أو الحضنة بسبب مثلا الظروف الجوية وعدم قدرة النحل على السروح، ولا يوجد مصدر رحيق ولا يوجد مصدر حبوب لقاح. فالملكة ربما تتوقف توقف تام عن البيض، أو يكون عش الحضنة في أدنى مستوى له. ثم تعود الكرة مرة أخرى مع بداية مثلا انتهاء الشتاء وانتهاء البرد، تعود الملكات مرة أخرى إلى تكرار هذه العملية. أرجو أخي الكريم أنها تكون الأمور وضحت، يعني الموضوع هو يحتاج إلى توضيح أكثر من هيك، لكن يعني ما بدنا